جديدة في الكويت بعد شهرين من حل مجلس الأمة الكويتي عقب خلافات بين المجلس والحكومات المتتالية على مدار عامين. الناخبون الكويتيون الذين يصل عددهم إلى 790 ألف ناخب وناخبة بدأوا بالتوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار 50 نائباً لمجلس الأمة من بين 305 مرشحين بينهم 22 امرأة. عملية الاقتراع التي بدأت في 8 صباحاً تستمر حتى 8 مساء، حيث تجرى الانتخابات تحت إشراف القضاة ووفقاً لنظام الصوت الواحد، فيما اتخذت السلطات الكويتية إجراءات لمنع عمليات شراء الأصوات ومنع الانتخابات الفرعية التي يجرمها القانون والتي كانت تجريها بعض القبائل والعائلات للمفاضلة بين المرشحين من أبنائها. كما أصدرت الحكومة أيضاً مرسوماً لقي ترحيباً واسعاً من المعارضة يتعلق باعتماد العنوان المدون في البطاقة المدنية لتحديد الدائرة الانتخابية التي يدلي فيها المواطن بصوته لمنع التلاعب في سجلات الناخبين. وتتكون البلاد من 5 دوائر انتخابية، لكل دائرة 10 نواب. يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان. انتخابات برلمانية تشكل مرحلة مهمة في البلاد، إذ إن البرلمان الكويتي يتمتع بصلاحيات واسعة تشمل سلطة إقرار القانون ومنع صدورها واستجواب رئيس الحكومة والوزراء والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة. ندى عزيزي، تي آر تي عربي.